السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنشرح الباراميترز اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، فيلا بينا. فالفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الباراميترز اللي هو او اي ام والبي اس ام. طبعا انت مش فاهم الكلام ده معناه ايه بالظبط، فهنشرح دلوقتي ان شاء الله الكلام ده معناه ايه. اول حاجه الاو اي ام دي اختصار لايه؟ الاو اي ام دي اختصار لاوبتيكال انجن مود. اوبتيكال انجن مود، تمام. الفكره فيه ان هو ازاي من اسم اوبتيكال انجن مود معناه المحرك البصري، وضع المحرك البصري، دي الترجمه العربيه الحرفيه، تمام. بص يا سيدي، التسرت في قلبها ذات نفسها بيستخدم ذكاء اصطناعي او بيستخدم حاجه اسمها ليجاسي انجن او بيستخدم الاثنين مع بعض، تمام. ذكاء اصطناعي طبعا مفهوم، تمام، عشان انت اساسا لما بتيجي تدخل التسرت بتدخل لها ايه؟ بتدخل لها صور، تمام. فهي الفكره بقى ان هو الصور ديت خدوها ودربوها بقى في ذكاء اصطناعي، بحيث مثلا لما تديله الصوره يقدر يتعرف مثلا الصوره ديت مثلا الحرف بتاع انهي لغه بالظبط يعني، والحرف ده بيمثل حرف ايه، تمام. يعني مثلا لو انت جيت كتبته مثلا صوره مثلا ايه من القران الكريم مثلا ولا حاجه واديتها له، تمام، من غير تشكيله من غير اي حاجه، تمام، هو هيقدر يتعرف ان الصوره ديت عباره عن لغه عربيه، وان الحروف اللي مكتوبه ديت مثلا حروف بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. فدي الفكره كلها، تمام. ففي كام وضع بقى للمحرك اللي عندك ده، يعني انت عايز المحرك اللي يشتغل ويبدا يتعرف على الكلام والحروف اللي عندك ديت يبقى انهي محرك بالظبط، ولا انهي وضع بالظبط، تمام. عايزه ذكاء اصطناعي، ولا عايزه المحرك القديم من غير ذكاء اصطناعي، ولا عايز الاثنين يشتغلوا مع بعض، ولا عايزه اوتوماتيك، تمام. فده الوضع بقى، تمام. فاول حاجه او ام دي مثلا متحدد له رقم صفر، تمام. فده بيستخدم مين؟ الليجاسي انجن اونلي، تمام. ده بيستخدم مين؟ المحرك القديم من غير ذكاء اصطناعي من غير اي حاجه، تمام. ده بيستخدم المحرك القديم بس، تمام. طيب تاني واحد دي نيورال نت ال اس تي ام. ال اس تي ام دي معناها لونج شورت تيرم ميموري، دي عباره عن احد انواع اللي هي الشبكات العصبيه، تمام، من الريكورنت نيورال نتورك. عارف الكلام مجعلص وانت مش فاهم منه اي حاجه، بس عديها. الفكره يعني الاس تي ام ديت عباره عن يعني حاجه شبه من الذكاء الاصطناعي، تمام، بتديك دقه اكتر يعني والكلام ده كله. بس طبعا عيبها انت لما تستخدمها يعني بياخد وقت اطول، تمام، عشان يطلع لك النص بتاعك والكلام ده كله، تمام. طبعا الذكاء الاصطناعي محتاج جهاز قوي، ومحتاج يكون عندك كارت شاشه، تمام، عشان الحسابات تتعمل بسرعه، تمام. انما لو هتشغل الكود بتاعك ده على السي بي يو او من غير كارت شاشه الحسابات هتاخد وقت اطول، تمام. طيب عندك بعد كده عندك حاجه اسمها الليجاسي والاس تي ام. دي بيجمع الاثنين مع بعض، يعني بيشغل الليجاسي، تمام، وبيشغل الاس تي ام، وبيجمع الاثنين مع بعض ويطلع لك اعلى دقه، تمام، واعلى حاجه. طيب اخر حاجه بقى اللي هو الديفولت. دي اللي هو مين دي؟ يعني ايه الديفولت ده؟ يعني لو انا مثلا مسحت البارامتر ده كده، لو شلته من هنا كده، تمام، كده الديفولت بتاع الاو اي ام هيبقى رقم 3، تمام. فهو الفكره فيه بقى ايه؟ اللي هو بيقول لك ان هو هيحدد اوتوماتيك، يعني انت تديله الصوره هو هيحدد اوتوماتيك، تمام، انهي انجن يستخدمه بالظبط، تمام، هيستخدم ال اس تي ام ولا يشتغل بالليجاسي ولا ايه بالظبط، تمام. فهو اوتوماتيك هيختار الحاجه الاحسن ولا هتديك اكيرس اعلى، تمام. تعالى بقى نخش على مين؟ البي اس ام. البي اس ام ده اختصار لايه؟ البي اس ام ده اختصار للبيج سيجمنتيشن ميثود، تمام. ايه البيج سيجمنتيشن ميثود؟ بص يا سيدي، لما انت مثلا تجيب صوره لورقه عندك والورقه ديت مكتوب فيها كلام، الورقه ديت ممكن احيان كتير جدا ممكن الورقه ديت تكون مايله بزاويه معينه، تمام. ممكن الكلام اللي موجود جوه الورقه ذات نفسها، تمام، يكون مايل، يعني الورقه تبقى مستقيمه بس الكلام اللي جوه الورقه يكون مايل ذات نفسه، تمام. فدي الفكره كلها. فالفكره ان بيج سيجمنتيشن ميثود دي الفكره ان هو بيتعرف على الصوره، تمام، على الورقه يعني، تمام، وبيبدا يتعرف على الكلام الموجود جوه الورقه، ويبدا كمان لما يتعرف على الكلام الموجود جوه الورقه يحدد مكانه ويشوفه هل هو مثلا داير بزاويه معينه ولا لا، ولو داير بزاويه معينه يقوم جاي هو معادل الزاويه ديت ويخليه افقي، تمام. فدي الفكره كلها، تمام. فهو ليها اكتر يعني تقريبا 14 بارامتر، 14 اختيار ممكن تختار منهم حاجات كتير جدا، تمام. فيعني مثلا ممكن هنا لو تديله الصوره مثلا تقول له الصوره مثلا عباره عن حرف واحد، يعني الصوره اللي انت مدخلها للبرنامج ده عباره عن صوره لحرف واحد، طبعا انت بتستغرب يعني ازاي ممكن انا استفاد بالحته دي. اقول لك انت ممكن تستفاد بالحته ديت مثلا حاجه شبه قرايه لوحه السياره، لوحه السياره، تمام، بيبقى فيها كام حرف كده، تمام، مثلا لام ميم ياء، ماشي،
فهو انت ممكن مثلا لوحه السياره ديت انت ممكن تعمل ايمج بروسيسنج على الصوره بتاعتنا. طبعا الايمج بروسيسنج اتكلمنا عنه كتير في اوبن سي في للمبتدئين، فلو ما شفتش الدوره ديت يا ريت ترجع تشوفها. تمام، فانت ممكن تعمل تريشولدنج وشويه الكلام اللي اتكلمنا عنه في اوبن سي في للمبتدئين، بحيث انت تقدر تحدد الحروف بقى اللي هو حرف اللام لوحده وحرف الميم لوحده وحرف اليه لوحده. تمام، وبعد كده تدخل الحروف ديت متقطعه تمام لمين باي تسر تمام، وتدخلها كده هو بقى هيتحرف على الحرف الاولاني اللي هو اللام والحرف الثاني الميم والحرف الثاني ايه. طبعا لما تدخل حرف كل حرف متقطع لوحده هيديك اكيروسي عاليه جدا تمام، مقارنه لما تدخل الحروف كلها مع بعضها تمام، عشان طبعا الحروف كلها مع بعضها انت بتسيب له الشغل التقيل كله، هيحاول يحدد الحرف فين ويحاول ان هو يجيب الحرف صح ويحاول فاهم. فهو الفكره كلها ان انت لو عملت لو حاولت ان انت مثلا تخلي كل حرف لوحده ده هيديك اكيرسي عليها وتبقى الدقه كويسه جدا جدا تمام. حاجه تانية مثلا اللي هو مين لو مثلا ان الصوره اللي انت مدخلها مثلا تكون عباره عن كلمه واحده تمام، هنا سنجل وورد، هنا لو هنا كلمه واحده في دايره تمام، هنا سطر واحد تمام، هنا عباره عن مثلا مقال مثلا معين او باراجراف معين تمام، هكذا يعني ده كلها اختيارات كلها تمام. فدي الفكره كلها، فانت مثلا على حسب بقى مثلا المشكله اللي عندك او على حسب الصوره انت هتدخلها البرنامج تختار بقى من هنا تمام، وتجرب الاختيارات ديت وتشوف انهي واحد هيديك دقه اعلى تمام كده بس. فاحنا هنا مثلا مستخدمين او ام 3 اللي هو الديفولت تمام، ومستخدمين بي اس ام 4. فين بي اس ام 4؟ اهو بي اس ام 4 اللي هو اسيوم اسنجل كولوم اوف تكست ويز فاريبل سايز. طب ليه ويز فاريبل سايز؟ عشان فعلا ان التكست معناه ايه؟ معناه ان الصوره اللي عندك هيبقى عباره هيبقى فيها تكست تمام، بس الكلام اللي موجود جوه الصوره ديت كل كلمه مثلا ممكن تكون بحجم مختلف عن الكلمه الثانيه، يعني الكلام كله مش بنفس الحجم تمام. ودي فعلا اللي حصل، يعني احنا لو احنا جينا فتحنا بي واي دوت جي بي جي تمام، هتلاقي هنا الصوره هيت هتلاقي هنا اي ولاف الاثنين بنفس الحجم نفس حجم الخط تمام، انما بايثون لا واخده حجم كبير. يعني مثلا لو دولت الكلمتين دولت مثلا بحجم 20 ديت هتلاقيها مثلا بحجم 25 ولا حجم 30 تمام، فديت هتلاقي اكبر. فعشان كده احنا استخدمنا الاختيار ده فهمني بس. فدي الخلاصه بتاعت الفيديو، فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما شاركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.